يواصل وفد المبادرة الإفريقية المشتركة جهوده في استعراض مبادرته لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. ويمثل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصر ضمن الوفد الإفريقي الذي يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادما من كييف. يستقبل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة سان بطرسبرغ لبحث بنود المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية. وكان الوفد قد التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس في كييف. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي عقب المباحثات أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الإفريقية وشعوبها، حيث يشعر المواطن الإفريقي بتأثر حياته اليومية سلبا جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية. وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي كلفه بالمشاركة في إطار دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة نظرا لما خلفه الصراع العسكري من فقد للأرواح سواء بين العسكريين أو المدنيين، وتدمير واسع النطاق أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين وإهدار مقدرات الشعوب.